شكرا على هذه المشاعر النبيلة. الحقيقة الكارثة كبيرة جدا، مصاب جمل والإمكانيات يعني شحيحة، لولا تدخل الأشقاء لكانت المصيبة تكون أكبر. ولازال هناك نداءات استغاثة تبعث من بعض الأحياء والقرى القريبة من بيضة وتاكنس وبرياضة ودرنة، منطقة المخيبة تحديدا يسكنها 4000 نسمة. من حوالي 5 دقائق وجهوا لي نداء استغاثة لأنهم في العراء أسر، يعني بيوتهم هدمت بالكامل نتيجة هذا العقار. أنتم تعرفين أن ليبيا مرت في مرحلة حرب أهلية لمدة 10 سنوات بعد تدخل حلف الناتو، ومدينة درنة كما تعرفون هي معقل الإرهابيين الذين فهمت الشقيقة مصر في القضاء عليهم. كانت في وقت قريب يعني تعج بهؤلاء التكفيريين. عندما القوات المسلحة طهرت هذه المدينة ويعني التقطت أنفاسها وبدأت في وضع خطة لإعمارها، فهمتنا حقيقة هذه الظاهرة الطبيعية، على الرغم من أن هناك تنبيهات وجهت إلى كل السلطات المختصة، ولكن الحقيقة الظروف كانت قاسية جدا. أنت تعرفي درنة تقع في منطقة يعني أشبه بالحفرة، يعني محاطة بسلسلة جبال وشقة أكثر من وادي، فكان تدفق المياه مع سرعة الرياح التي بلغت 200 كيلومتر كبيرة جدا، وكانت الظروف أيضا صعبة والتوقيت كان فجرا. أستاذ عبد الحكيم، لو هتابع معاك أحدث الأرقام الخاصة بعدد الضحايا والمفقودين، الأرقام بتقول إيه دلوقتي؟ الأعداد وصلت لكام؟ والله الحقيقة الأرقام الأولية التي تحصلت عليها من مصادر رسمية حتى الآن 5000 قتيل و7000 مفقود، وأكثر من 25 أسرة ليبية من المنطقة الشرقية ليس لديهم مأوى. والعدد في تزايد، أن هناك بعد وصول الإخوة الأشقاء من مصر والمساعدات التي قدموها، الآن العمل جاري على البحث تحت الإنقاذ على كثير من الضحايا. لو هنخص يعني بالذكر درنة تحديدا، تصريحات وزير الطيران ان 25% من هذه المدينة اختفى بعد الفيضان او بعد هذه الكارثة، كلمنا اكتر ايضا على ملامح المدينة دلوقتي عاملة ازاي، وضع ايضا سكان درنة في الوقت الحالي في ظل ان هم يمكن بعض الجهات مش قادرة توصل ليهم، في ظل ان من المفترض ان هي اصبحت مدينة منكوبة فيحدث عملية اخلاء للسكان في الوقت الحالي. وضع درنة ايه حاليا؟ حقيقة الإخلاء يتم في الضواحي ليس في وسط المدينة، لما وسط المدينة غمرته المياه تماما، وهناك يعني عمارات اقتلعت بالكامل بسكانها ورميت في البحر. الآن الصور التي تطالعنا بها وسائل الإعلام المختلفة، هناك جثث كثيرة تطلع على سطح البحر، شواطئ قريبة من الشاطئ المداخل لمدينة درنة. يعني أنت تتحدثين عن صورة بشعة جدا حقيقة، صحيح. لم يعدها الليبيين وربما حتى العرب، يعني عثار كبير ولم يكن في الحسبان، ولم تكن هناك استعدادات كافية ولا إمكانيات متاحة لمواجهته. نحن نتحدث عن مأساة إنسانية بكل معنى الكلمة، ونحن محتاجين ليس فقط للأشقاء، ربما حتى للأصدقاء، لأن المأساة ما زالت قائمة، والنداءات استغاثة متكررة، ومثل ما حكيت لك الضحايا لا زالوا تحت الإنقاذ، والمدن مدمرة والبيوت مدمرة في أكثر من مدينة، ليس درنة بس، هناك البيضة مثل ما حكيت، هناك تاكنس، هناك البياضة، هناك المخيلي، هناك أكثر من مدينة الآن وضح الإنساني أكثر من سيء. البعض تحدث عن أن السدود هي فاقمت من الوضع بشكل كبير، اللي انهارت نتيجة يعني عدم قدرتها على استيعاب كميات المياه اللي تعرضت ليها نتيجة السيول، وفي حديث أيضا عن سد جديد ومخاوف من انهيار سد جزاء على ما أعتقد، فكلمنا أيضا على هذه النقطة تحديدا ووضع السدود. هناك سدين كبيرين هما اللذان كانا يفصلا، يعني عندما تهطل كميات معقولة من الأمطار هم يصرفوها في اتجاه البحر أو ممكن من البلدية الاستفادة منها. هذين السدين دمرا بالكامل نتيجة كمية المياه التي وصلت إلى أكثر من 160 ملم، فضلا عن سرعة الرياح.
الآن نتحدث عن شخص آخر، هو الآن هو أيضا بدأ في الاهتزاز، هذا اللي يحتاج إلى معالجة سريعة، ربما عادت العاصفة مرة أخرى، وبالتالي لا قدر لا تتكرر كارثة أكبر من الأولى. ده موقعه فين يا أستاذ عبد الحكيم؟ نعم، موقع السد المهدد حاليا فين؟ هذا موقع السد هذا ليس بعيدا عن مدينة المرج يعني. نحن تحدثنا عن سدين كبيرين هما اللذان كانا يفصلا المياه التي تهطل في موسم الشتاء عن مدينة درنا. الآن نتحدث عن سد آخر بعيد قليلا عن هذا السد، ولكن هو الآخر يفصل تدفق المياه لمدينة المرج وسهل المرج يعني والقرى المحيطة به. طيب خلينا ننتقل لنقطة بقى المساعدات وال يعني الإغاثة على أرض الواقع والوصول إلى الأسر المتضررة بشكل كبير من هذه الكارثة. مين اللي موجود حاليا على أرض الواقع وشكل المساعدات اللي بتقدم إيه؟ حقيقة احنا لم نسمع بمساعدات سوى من الشقيقتين مصر والإمارات يعني، هناك اتصالان هاتفين وهناك جسر جوي بدء بالفعل في تسييره من مصر، وكان السيد رئيس أركان الجيش المصري وصل وإلى عين المكان، هناك فرق إنقاذ وهناك أغذية وأدوية ومعدات كثيرة وصلت، والباب العمل يعني منذ الساعات الصباح الأولى هذا اليوم يعني، وإضافة إلى بعض المساعدات الأخرى كطائرتين شحن نتصور أنها وصلت من دولة الإمارات، لكن حتى اللحظة كل المساعدات التي وصلت يعني من الشقيقة مصر. يعني اغلب المساعدات حاليا داخل ليبيا هي من مصر. نعم. وبالاضافه طبعا زي ما حضرتك اشرت ان رئيس الاركان جاء بنفسه الى ليبيا من اجل متابعه الموقف. نعم، الجيش المصري وصل الى عين المكان منذ ساعتين تقريبا، وهناك ايضا ضباط كبار وهناك فرق طبيه وفرق مساعده وفرق من الاسعاف ومن المطافي، كل هؤلاء الان يعملون يعني جنبا الى جنب مع اشقائهم الجديد، طبعا تلقينا عديد من برقيات التعازي والمواساه من الاشقاء والاصدقاء وعبروا فيها عن تضامنهم وعن تعاطفهم، لكن حتى اللحظه حتى من دول اوروبيه، لكن حتى اللحظه لم تصل اي مساعدات من تلك الدول. الحقيقه مصابنا واحد يا استاذ عبد الحكيم، ويعني ليبيا هي امتداد لمصر ودائما بيهمنا الأمر يعني بخصوص الشعب الليبي، نتمنى ليه دائما أفضل الأوضاع، فما بالك بالظروف القاسية والصعبة اللي بتمر بيه ليبيا حاليا. فبكل تأكيد مصر بتقدم لهذه الشقيقة ليبيا بكل الحب الدعم المطلوب والمساعدات المطلوبة، بنأكد على ده. والحقيقة احنا كشعب مصري أيضا قلوبنا بشكل كبير مع الشعب الليبي. طيب خليني أسألك يعني على مطالبكم حاليا إيه بالنسبة للمجتمع الدولي أيضا؟ مثل مركزك يعني، هناك نوع من التضامن الشكلي فقط يعني، سمعنا ببرقيات يعني ورغبة في تقديم يد المساعدة، لكن انت تعرفي ان الكارثة كبيرة والوقت يمر والناس محتاجين الى مساعدات فورية غير منتظرين ان يطول بهم الامد، هناك يعني اطفال ونساء لم يتناولوا الطعام والشراب منذ صباح الامس، فالموضوع لا يحتمل هذا البطء حقيقة. لهذا السبب عندما تقولين نحن أشقاء، نعم نحن شعب واحد في بلدين، وهذه ليست المحنة الأولى التي نمر بها ويأخذ معنا أشقاء المسلمين، كذلك الحال في مصر، وهذا لا يؤكد فرضية، هذا يؤكد واقعية عمق العلاقة الأخوية والإنسانية والرابط المشترك وامتزاج الدماء في كثير من الحالات يعني. فنحن ليس بمقدورنا، أنا عندما أشكر الأخ أخي يعتبر نوع من يعني نوع من المن، نحن نعتبر ما تقدمه مصر هو واجب كما يجب أن تقدم لي للشقيقة مصر، لا يجب أن تقوم به في مثل هذه الأوقات دون من أو جميل يعني.